السلام عليكم مشاهدي وقراء موقع مشاهد 24، ومرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامجكم وريني أش عندك. في المغرب كاينين بزاف ديال المواهب في مجالات مختلفة، لكن الإهمال اللي كيطالها ما كيساعدهاش باش تطور نفسها وتبرز بشكل كبير. لهذا السبب جا برنامج وريني أش عندك باش يكون بوابة نحو الظهور والبروز. الحلقة ديال اليوم مشاهدينا خصصناها لمروان من مدينة القنيطرة، وهو موهبة في فن الغناء. نشاهد جميعا. السلام عليكم، معكم مروان سلطان ابن مدينة القنيطرة، 23 سنة. بالنسبة للدراسة ديالي تقني متخصص في شعبة التجارة. بالنسبة للاكتيفيتي ديالي انا ممبر في اسوسياسيون ديال لا بينيا بارسلونيستا دو قنيطرة، هي رابطة مشجعين فريق برشلونة بمدينة القنيطرة. وكاين جمعية اخرى اللي سميتها مجددون، هي مجددون اول بروجي ديالها كان سميتو لايف ميكرز، صناع الحياه في مدينه القنيطره. الصوت اللي كيتميز به مروان خلاه يكون واثق من نفسه، خاصة وأن الدعم اللي كيتلقاه من عند العائلة ديالو كبير بزاف. ابن مدينة القنيطرة، وعلى الرغم من أنه مازال ما وصلش للأحلام ديالو، إلا أنه دوز وقت كبير في هذا المجال وراكم تجربة متميزة. بالنسبة للموهبة ديالي، أول واحد اللي لقيته يعني بجنبي وعاونني باش أنني نوصل واخا غير شوية لهذا الشيء اللي أنا فيه، هو الوالد ديالي معنويا ماديا والعائله ديالي بصفه عامه. يعني بالنسبه للمهرجانات، كانت اول سين ديالي في 2004، كنت غنيت في القصر البلدي في مدينه القنيطره، ومن بعد درت اول اغنيه ديالي مع واحد الصديق، كنت كملت انا وياه الكاريير. كنا بدينا واحد العامين و 3 سنين وحنا كنغنيو انا وياه، من بعد تفرقنا لان الظروف، وهذا ظروفه والعمليه والخاصه، لانه كان هاجر ما بقاش في المغرب. شقيت طريقي بوحدي، يعني درت اول ديسك ديالي كان سميتو مليت الغرام 2013. لقى استحسان، ومع البدايه راه ضروري كيكون شويه بشويه الانسان كيوصل. بالنسبه ل 2000 يعني في هذا العام هذا في 2015، جمعيه مجددون كانت خلقات اول برنامج ديالها، اول مهرجان شبابي 100% سميتو لايف ميكرز. هذا لايف ميكرز هذا يعني من عنوانه باين، شباب باغي يوصل طموح، كيخدم باش يسمع صوته للناس، يسمع صوته يعني المغرب كامل والعالم العربي علاش لا. دار هذا المهرجان، هو كان عباره على كومبيتيسيون كانت دارت هنا في مدينه القنيطره في المركب الثقافي. يعني انا كنت في صنف الغناء العربي، كانوا اصناف بزاف، كانت لا كوميدي، كان الراب، كان الرقص، وكان صنف الغناء العربي اللي كنت انا مشارك فيه. يعني تعزلت ما بين 800 واحد في المغرب، تعزلت ومع المراحل يعني وصلت للفينال، وقدرت انني نربح اللقب الاول هنا في مدينه القنيطره. وعلاش لا، انا غادي نخدم وغادي نزيد نخدم باش نكون ان شاء الله نمثل المغرب ونمثل العالم العربي بصفه عامه. شخصيه رائعه وصوت نادر، انا كنتمنى انه يحقق مستقبل زاهر، لانه بصراحه كيبذل مجهود كبير بزاف. كنتمنى هاد الشو اللي دار يعاونو ويزيد به القدام ويخلي الناس تعرفو ويتشهر، حيت فريمون يستحق، عنده صوت رائع بزاف. كنتمنى ليه كل التوفيق ان شاء الله. بالنسبه للي بروغرام اللي كاينين، يعني البروغرام في المغرب ما بقاوش لي بروغرام في المغرب، كان استوديو جزام هنايا، وكان من بعد ما بقاش، ما عرفتش علاش. كاين كلشي كيصادريس للخليج، لان البرامج العربيه هما اللي ولاو، يعني هما اللي ولاو معطيين كاع الناس. انسان تيكون هنا كيبدا كيضرب تقريبا واحد 10 ولا 15 عام ما كيعرفو حتى شي حد، اون فوا كيمشي للخليج برنامج عربي كيغني، يقدر ما يوصلش للفينال، يقدر ما يربحش اللقب، ولكن ملي كيرجع للمغرب كيرجع بصاحب، كيرجع بمسائل، يعني كيرجع كيولي عليه اقبال. هادشي اللي كاين، ما فكرتش نشارك لظروف يعني خاصه، مثلا على ود القرايه ديالي، لان القرايه ما كترحمش شويه، والا بغيتي تشارك خصك واحد 3 موا ولا 4 موا ديال الخدمه معاهم تما خارج المغرب، دونك غادي يولي خصك تشد حاجه وحده. ما شاركتش الاسباب يعني عاديه، هو انني انا بغيت نبقى غادي مرحله في حياتي، ما بغيتش نحرق راسي، عارف راسي عندي موهبه، عارف راسي عندي منقول، بشويه بشويه درجه درجه غادي نوصل.
البرامج ديما غادي يبقاو وصوتي ديما غادي يبقى، دونك نحقق الاهداف اللي ضروريه قرايتي مستقبلي، صوتي يبقى عندي ديما، الموهبه كتبقى ديما، نقدر في اي وقت نقدر نخدمها. الجديد ديالي هو اغنيه من كلمات والحان ياسين شادي توزيع انس الادريسي، كنت سجلتها يعني مؤخرا واحد الشهر دابا بس سجلتها، هي على القناه في اليوتيوب دابا حاليا، الاسم ديالها هو يستاهل. المواهب الشابه بحال مروان كيكون دائما عندها حلم الغناء امام الجمهور، وفي هذا الصدد هذا مقهى أبوزار كتفتح ابوابها دائما في وجه هذه المواهب هذه من خلال احيائها العديد من السهرات. Je suis propriétaire du café Au Beaux-Arts. Donc, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Et donc après avoir passé 25 ans en France, donc, j'avais déjà un café là-bas, un pub. Donc je suis rentré au Maroc donc, pour ouvrir donc, ce projet. Et donc le but c'est de favoriser les jeunes à se faire connaître. Donc à travers la musique ou à travers la peinture ou à travers diverses activités. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle les Beaux-Arts. مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من برنامجكم وريني أش عندك. إلا عندك حتى أنت شي حاجة توريها لنا، ما عليك إلا اتصل بنا عبر الرقم الهاتف أو ترسلنا عبر البريد الإلكتروني الظاهرين أسفل الشاشة. وحتى أنتم مشاهدينا إلا بغيتوا تتعرفوا على الأخبار الوطنية والدولية، ما عليكم إلا تزوروا موقعنا مشاهد 24. شكرا على جهد وكرم المتابعة، السلام عليكم.